السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان، أهلا بكم. التهاب المفاصل. يعتبر التهاب المفاصل الروماتيزمية من أشهر أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي قد تصيب المفاصل وتؤثر على أعضاء الجسم الأخرى. يسبب حدوث تورم أو انتفاخ المفاصل مصاحبا آلام شديدة في المفصل، وقد ينتهي إلى مضاعفات بالغة مثل حدوث تشوه في شكل المفصل، وبالتالي يؤثر على طبيعة الحركة، وقد ينتهي إلى مضاعفات بالغة. أما عن أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمية، أولا الشعور بآلام مزمنة في المفاصل تستمر لفترات طويلة وتزداد حدتها في الليل. وجود تورم وانتفاخ في المفاصل المختلفة بالجسم، تيبس وتصلب في حركة المفاصل خاصة في الصباح الباكر، وجود احمرار في كفي اليدين وتورمها بشكل ملحوظ، الشعور بحالات الإرهاق والتعب والإعياء المستمر، ارتفاع درجة حرارة الجسم خاصة في منطقة مفاصل الجسم المصاب، فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن بشكل ملحوظ، تغيير في لون وشكل الجلد والتأثير على أعضاء الجسم الأخرى مثل الرئتين والقلب والجلد والعينين والأوعية الدموية، التعرض إلى الطفح أو التهيج الجلدي بشكل كبير، تشوهات في شكل المفاصل وبالتالي إعاقة القدرة على الحركة بشكل طبيعي. أما عن أسباب التهاب المفاصل الروماتيزمية، قد يصاب الشخص بمرض التهاب المفاصل الروماتيزمية بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للأغشية المحيطة بالمفاصل، مما يعمل على تدمير الغضروف والعظام داخل المفصل، وبالتالي تضعف الأوتار والأعصاب والأربطة التي تحمل المفصل، مما يؤدي إلى فقدان المفصل لشكله الطبيعي وحدوث تشوهات. أيضا وجود عامل وراثي أو جيني أو تاريخ عائلي سابق مصاب بمرض التهاب المفاصل، الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية والعدوى التي قد تؤدي إلى الإصابة بالمرض، زيادة الوزن والسمنة المفرطة مما يؤثر على شكل وحركة المفاصل، الإفراط في تعاطي التدخين والتبغ وإدمان الكحول، التعرض إلى استنشاق الهواء الملوث بالمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيميائية الملوثة للبيئة، التقدم والمرور في العمر وبلوغ سن الكبر. تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب المفاصل. وأما عن طرق التشخيص، إجراء الفحص الطبي السريري، إجراء فحص تحليل الدم، إجراء بعض فحوصات التصوير بالأشعة مثل التصوير بالأشعة الرنين المغناطيسية، إجراء فحص السائل بالمفصل المصاب، عمل منظار على المفصل لالتقاط مجموعة من الصور الواضحة عن شكل المفصل. أما عن العلاج، الأدوية التي تبطئ المرض أو المثبطات لجهاز المناعة، ووصف بعض مضادات الالتهاب في حالة تأثير المرض في المفاصل، وبعض الأدوية الخاصة بأمراض المناعة الذاتية مثل الأدوية البيولوجية التي تستخدم في علاج بعض حالات الالتهاب للتخفيف من الالتهاب وتسكين الآلام وتظبيط الجهاز المناعي. أما عن طرق العلاج الطبيعية، إجراء بعض التمارين تساعد المفاصل على التليين ومرونة حركتها، استخدام بعض العلاجات الحرارية مثل الوسادات الحرارية أو الحمامات الدافئة، فهي تعمل على ليونة المفاصل الصلبة وتهدية العضلات المتعبة وارتخاء العضلات. هناك أيضا علاج جراحي، استئصال أو استبدال الغشاء الزلالي، ويمكن إجراءها في الركبتين والمرفقين والأصابع ومفاصل الوركين والرجلين، جراحة استبدال المفصل بالكامل للتخلص من الأجزاء التالفة بالمفصل، إصلاح تلف الأوتار نتيجة الإصابة بالالتهاب المفاصل الروماتيزمية. شارك هذه التحذيرات ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.